قمر تألق في سماء الحسن فزاد على الحسن حسنا وجمالا. بركت أيامكم أيها الأحبة الكرام. وقبل أن نبدأ إلى قارئ القرآن العزيز، شنفت أسماعا وأخذت أرواحا في سماء القرآن، فهنيئا لقارئ القرآن، وحشرك الله ونحن معك في طريق ونهج القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببسملة الحب أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أدق النعم وأعظمها، وكل نعمه عظيمة. الحمد لله على اصطفائه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا مبشرا، وعلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى السرج المنيرة الأقمار المطهرة أهل بيت طهروا من دنس، بذكرهم صلوا على محمد وآل محمد. ما أجمل أن نلتقي بكم في هذا المساء المبارك، ونحن نعيش هذه الأيام أيام ولادة الإمام المخلص المؤمن المهدي، عجل الله له الفرج وسهل له المخرج. في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام، نحن على موعد هام وموعد إسلامي ثقافي، حتى ننهل من علمي وفكري ضيفنا شيخنا الجليل. مقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الإمام الصادق عليه السلام يدعونا إلى معرفة الحجة عجل الله له الفرج، يدعونا إلى التأمل في حقيقة الإمام الحجة عجل الله له الفرج وسهل له المخرج، وجعلنا الله وإياكم من أشياعه وأنصاره إن شاء الله. فمن الإحساء الحبيبة ومن العلم وأرض العلماء، ها نحن في شوق مزدحم لاستقباله، لنستمع لطيب خطابه وحديثه. نبحث في الإنسان الكامل، نبحث في أعماق الإنسان الكامل، وننتظر وننظر إليه في أعماقنا. هل نحن بحجم الانتظار، بحجم المعرفة نحو الإمام الحج عجل الله له الفرج؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. نستقبل بالحب وبالصلوات العاليات سماحة الشيخ الجليل عبد الجليل البن سعد بأعلى الصلوات. شيخنا الجليل عبد الجليل البن سعد قدم إلينا من الإحساء الحبيبة، صدرت له عدة مؤلفات والكثير من المؤلفات والأطروحات والتحقيقات، فمن المدارات الحسينية إلى معالم ليلة القدر، وعن رواية صانع العبقرية وآية الله بهجت رضوان الله عليه كما حضرته رؤى ورواية، وإلى ديني ماذا يعرف عني. ننهل بشوق تام
وإلى عنوان هذه الحلقة إدارة الحقائق المهدوية، وكان العنوان سابقا الإنسان الكامل إلى إدارة الحقائق المهدوية. فأهلا وسهلا بكم شيخنا الجليل، شرفتم قلبا وآنستم عينا، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حفظكم الله ورعاكم، وأهلا ومرحبا بكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على نبيه الكريم وعلى آله ولاة الأمر العظيم، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ذكرى مباركة وأيام سعيدة ومناسبة عطرة مع ولادة الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه تعالى عليه، أعادها الله علينا وعليكم ونحن في عزة وكرامة. هناك مسألة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهز بها أعماق من حوله من أصحابه حينما قال: اعلموا أن الحق أو أن كثيرا من الحق فيما تنكرونه. عقل الإنسان لا يستطيع أن يستوعب الحقائق إلا ضمن اشتراطات، والنبي كواحد من الأنبياء عبد بهذا النهج، نهج السلوك إلى العقول برفق. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله. فهو يهيئ العقول حينما يبشرها وحينما ينذرها، كل بشارة أو إنذار منه هي عبارة عن تهيئة. وبكلمة بديلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الطريق أمام العقول بخطوتين، فيما يبشر به خطوة وفيما ينذر به خطوة أخرى. وهذا يعني أن بين النبي والناس واسطة، هذه الواسطة تتحمل مسؤولية إدارة الحقائق، الحقائق التي تعتذر العقول اعتذارا جبليا طبيعيا عن استيعابها. وهذا يعني أن الواسطة متميزة بكمال عقلها،
لأن فاقد الشيء لا يعطي. وأيضا هذا يعني أن الواسطة هي في حد ذاتها على درجات، فمن عقول العلماء إلى عقول الأولياء التي هي أرحم، إلى عقول الأئمة التي تمثل العقل الفعال كما هو المعروف عند الفلاسفة. فالعقل أحجام، العقل الذي يكون في بحجم اثنين هو يحمل الأمانة تجاه العقل الذي يحمل رقم واحد، والعقل ذو الثلاث درجات محمل بالأمانة تجاه العقل ذي الدرجتين، وهكذا مع ذي الأربع وذي الخمس وإلى آخره. الدين كله حقائق، وكل حقائق الدين كبيرة، وليس لكل ذي عقل من حقائق الدين إلا بحجم عقله، لا يتجاوزه. ومن الدين المسألة المهدوية، فالمسألة المهدوية هي من الدين، هي مسألة صميمية في الدين، بل المسألة المهدوية هي بوحدها منظومة حقائق، منظومة حقائق، وحقائقها تستغلق على بعض العقول وتنفتح على عقول أخرى. فكيف هي مهمة إدارة الحقائق المهدوية ومن المسؤول عن إدارتها؟ وهل يجوز؟ سؤال البنائي، سؤال الأساسي، هل يجوز أن تهمل الحقائق المهدوية دون بيان؟ جواب الفطرة لا، الفطرة لا تسمح بتجاوز حقيقة، ما علمك بتجاوز منظومة من الحقائق. لذلك نحن نود أن نتحدث في جملة نقاط كلها ضمن هذه اليافطة إدارة الحقائق المهدوية. النقطة الأولى، استثمار الاتفاق على القضية المهدوية، وماذا خسر المسلمون بعدم استثمارهم لاتفاقهم على المهدي وابن من يكون، وأي شأن له يكون؟ هل تسمح لي سماحة الشيخ يعني قبل أن تشرع في النقاط، إذا بنتكلم حول الحقائق المهدوية، في سؤال خارج عن النص
كسؤال ابتدائي حول إدارة الحقائق المهدوية. يسأل المشككون: هل نحن بحاجة إلى إمام في خضام هذه المنظومة الكلية حتى نشرع في إدارة الحقائق المهدوية؟ نعم. المشككون، وهو سؤال خارج النص كما هو اعترافكم. أحسنت كما بينت. المشككون مطالبون بأن يخرجوا أنفسهم من مربع الشذوذ الفكري. لماذا؟ لأننا حينما نقول حقائق متصلة بالمهدي، هذا يعني أن المهدي هو حقيقة الحقائق. حقيقة الحقائق كالشمس، ولم يخطئ لسان الإلهام الإلهي حينما يستعير الشمس تشبيها عن الإمام الغائب، ويسأل الصادق كيف ينتفع بغائبه، فيقول كما ينتفع بالشمس جل لها سحاب. هذا التشبيه يعد تقدما ثقافيا في ذلك العصر، إعجاز ثقافي. بمعنى، شايف أنت في هذا الزمن الآن، في هذا الزمن، أو خلينا نقول في زمن أينشتاين. طبعا أنا الآن في السؤال طلعنا من موضوعنا يا حبايبي، ما خرجنا عن السؤال. نعم. لو جينا في زمن أينشتاين وتكلمنا بلسان ألبرت أينشتاين نفسه، عن أن أبعاد الجسم، للجسم أبعاد لكن لا كما يذكر المناطق والفلاسفة القدامى ثلاثة: عمق وطول وعرض، بل له أكثر من تلك الأبعاد. صحيح. أينشتاين في زمن تحدث مشككا في عقله، يقول وإن للجسم أبعاد أكثر من ذلك أنا ما قادر أكتشفها، لكن قريبا سيأتي من يكتشف. بعد 100 عام، بعد 100 عام تحققت النظرية وأن للجسم 11 بعد، سموه حلم أينشتاين. حديث أينشتاين عن أن هنالك أبعاد أكثر، يقول لك أنا على يقين بوجود أبعاد أكثر، ويقيني بالأبعاد الأخرى هو يقيني بجهل اليوم. أنا جاهل ولكن هي موجودة، فحينما يكشف العلم عنها ماذا نعد هذا؟ إعجاز علمي، إعجاز ثقافي. الصادق حينما يقول كالشمس، وبعدين تجي الثقافة وتقول بأن الزرادشتي يؤمنون بالمهدوية، الكونفوشيوسية تؤمن بالمهدوية، الشيوعية تؤمن بالمهدوية باسم الرجل المؤمن. وطرح السيد محمد صادق الصادر في موسوعته. نعم. الفلاسفة يؤمنون بالرجل المخلص. صحيح. المتصوفة وكذلك. فإذا من شبهه بالشمس
اختار التشبيه المناسب، أي الشمس التي يعترف بها الأعمى والبصير، لأن الأعمى إن لم يرى ضوءها فإنه يستشعر حرارتها ودفئها، كما في قول الإمام الصادق في توصيفه سلام الله عليه: نحن كالشمس الطالعة. نعم. فإذا من يشكك فيه هو بحاجة إلى أن يخرج نفسه عن دائرة الشذوذ الفكري. أعود إلى إدارة الحقائق المهدوية. كيف ندير الحقائق المهدوية؟ هنالك فنون لإدارتها. الفن الأول: استثمار الاتفاق بين المسلمين. لماذا؟ لماذا لا يكون هذا الأمر المتفق عليه نقطة مضافة على متطلبات الوحدة والانسجام؟ لماذا هذا الاتفاق لم يستطع حتى الآن أن يضرب مسامير طاولة البحث المشترك على هذه القضية؟ أيضا من إدارة، من فنون إدارة الحقائق المهدوية، أن ننظر في الأسرار، الأسرار المهدوية كيف يجب أن نطرحها وكيف يجب أن نخوض فيها، وما طبيعة، نعم، بأي مقدار يصرح للإعلام والفضاء العام والخارجي أن يأخذ من هذه الأسرار ويلقيها على الآخرين بشكل مفتوح. من فنون إدارة الحقائق المهدوية: نحن في عصر جذب أبناءنا، في التعبير المهذب، وإلا نقول خطف أبناءنا الخيال العلمي. هل في ذلك شك؟ لا يوجد في ذلك شك. أبناؤنا مخطوفون بيد الخيال العلمي، والخيال العلمي ما عرض فيه لا شيء أمام الخيال المطروح في الملحمة المهدوية، فلماذا لم يجذبهم؟ إذن هنالك سوء إدارة للحقائق المهدوية. لماذا تحولت الأسرار المهدوية حينما نتحدث بها إلى عامل بعد ونفرة عند البعض؟ هذا أيضا دليل آخر على سوء إدارة الحقائق المهدوية. لماذا تحدث هذه الإسقاطات الغير مسؤولة على لسان بعض أهل العلم وغيرهم، وتتحول تماما كدور المشعوذ، تؤثر على نفوس ضعاف الناس وتزيد العقلاء نفرة ونقمة، وتحدث شرخا في نسيجنا الاجتماعي، نعم، تمزق نسيجنا الاجتماعي. لماذا؟ لأن هنالك سوء إدارة للحقائق المهدوية. أيضا، وهكذا أنا رجعت متصاعدا، بدأت متنازلا في النقاط، رجعت متصاعدا، لماذا لا تزيدنا لحمة نحن المسلمين؟ نحن المسلمون لأن هنالك ضعف في إدارة الحقائق المهدوية. ولذا لو رجعنا إلى النقطة الأولى
فنحن على يقين بأن القضية المهدوية، المنظومة المهدوية، الملحمة المهدوية هي كنز من كنوزنا الإسلامية التي يمكن أن توظف، نعم، لتتحقق منها مظلة عامة تجمع عموم المسلمين. ومن العلامات الفارقة، أنا على يقين الكثير يعرف بها، لكن لعل البعض لم تجري له على خيال، من العلامات الفارقة أن روايات الظهور عند المسلمين غير الشيعة الإمامية إن لم تزد علينا فهي ليست أقل منا، فهي ليست أقل منا. إذن لماذا لا تكون هنالك طاولة بحث مشتركة لتحيي المقاصد المهدوية؟ لأن في المقاصد المهدوية خارطة طريق للمسلمين، لو رجع المسلمون الذين يعتزون بالحديث والتراث والسنة ودرسوا المقاصد المهدوية من خلال هذه الروايات الكثيرة في كتبهم لاستطاعوا من خلالها أن يستخرجوا خارطة طريق للمسلمين، فتكون خارطة الطريق خاتمة خارطة الطريق مع المهدي، كما كانت بداية خارطة الطريق مع النبي محمد. نعم، علماؤنا الأبرار قد بدت منهم هذه المبادرة، لكلمة حق يجب أن تقال، المبادرة ابتدأت من علمائنا الأبرار، بل أنا حينما أنادي باستثمارها بين المسلمين إنما أستوحي ذلك من دور علمائنا. قد لا تجد مسلما من الطوائف الأخرى كتب كتابا عن المهدي يلتفت فيه إلى روايات الإمامية حتى لو كانت مؤيدة وموافقة، وهي في الأغلب كذلك، لما عند الطرف الآخر. ولكن الكثير من علمائنا حينما تناول هذا الموضوع لم يبني جدار العزل بين تراثنا وتراث الآخر، استدل بروايات المسلمين بصورة عامة، وهذه دعوة، نعم، خفية ودعوة صامتة للاتحاد على هذه القضية، ولو اتحدنا على هذه القضية لاتحدنا، نعم، في نظرة واحدة ننظر بها ونقرأ بها كل البلايا التي نعيش، كل بلاءات العالم الإسلامي لو اتفقنا على القضية المهدوية فستصبح قراءتنا حول ابتلاءات العالم الإسلامي قراءة واحدة. هكذا. لماذا؟ لأن روايات الحجة المنتظر تتكلم عن الفراغ الإسلامي كما تتكلم عن الفراغ العالمي،
والفراق العالمي هي شكوى كل أبناء العالم، لذلك يجب أن يوحد أبناء العالم. الفراغ الإسلامي هو شكوى كل مسلم، لذا يجب أن يوحد أو أن يتوحد المسلمون في هذه البوتة. الداعي موجود، المقتضي موجود كما يقولون. هكذا حينما ننتقل إلى النقطة الثانية من إدارة الحقائق المهدوية، يعني الحقيقة الثانية هي الأسرار. قضية المهدوية قضية إلهية. نحن نعرف أن بعثة كل نبي عجب، كل نبي بعثته عجب، وبعضهم أعجب من بعض، وهذا العجب، هذه السلسلة من العجب، كل حلقة منها خاصة بوقتها بفترة معينة أو محدودة بنقطة جغرافية معينة، ومع ذلك هي عجب. فما بالنا ببعثة ستكون للعالم، ما بالنا ببعثة ينتقم بها الله عز وجل ويصفي من خلالها حسابات تاريخية مستمرة فيما كان وما مضى. ألا ينبغي أن تكون أعجب من العجب؟ لا بد أن تكون هي أعجب العجب. إذا كانت أعجب العجب يعني فيها أسرار، ونحن نعرف أن كل حياتهم سلام الله عليهم سر، أمرنا صعب مستصعب، سر في سر، سر على سر، سر مقنع بسر. فحينما نأتي إلى تلك الأسرار كيف نديرها؟ كيف يجب أن نتحدث فيها؟ ألا تعجب من إنسان كعبه العلمي كعب واطي مثل ما نقول بسيط، يأتي ليتحدث بما يشبه الهرطقة في الحديث الذي يقول بأن الإمام إذا خرج جاء الناس بدين جديد، أو جاء الناس بكتاب جديد؟ لماذا لا نتعلم شيئا من أدب الإدارة للحقائق المهدوية، آداب الحقائق المهدوية وإدارتها؟ ومن تلك الآداب، ومن تلك الآداب أن يقف المتحدث مهما كان الذي قال ويعلن عجزه أمام بعض الحقائق ليقول، ليكتفي فيها بالقول إنها سر، هي سر، هي سر. كلمة مجملة، ولا يبين الكلام إلا من أجمله. ما يمنع. وربما أعود إلى هذه النقطة بالذات إن كان هنالك مجال للسؤال والجواب. من الحقائق، من الحقائق الإسقاطات تحولت إلى سيرة. كل من يملك قناة
أو يملك قلم، أو واحد يلتمس باب من أبواب التجارة، أبواب التجارة كثيرة جدا. طبعا هذا شيء مضحك يا إخوان. الكتابة في علامات الظهور تحولت إلى تجارة عند البعض، وتجارة شركة، يعني شركة محدودة بين منه؟ بين الكاتب وبين الناشر وبين الموزع وتصديق القارئ، كل يتجر أن يكتب إنسان كتاب يدبجه بهذا العنوان: عصر الظهور قد قرب، أو أنت في عصر الظهور. بعدين يجي يقول لك، لما تقول له لعن المؤقتون، قال لا، أنا لا أقصد التوقيت، لا أقصد التوقيت. تكتب مثل هذه الكتب وهي الأكثر مبيعا في عالمنا، في عالم كتبنا، هي الأكثر مبيعا. طيب، أنت كتبت الكتاب قبل 50 سنة وقلت أنتم في عصر الظهور وما ظهر، وهذا كتب الكتاب قبل 20 سنة وما ظهر، من الذي يستطيع أن يجزم بأن بعض الحركات التي خارجة عندنا الآن، سواء إفراط أو تفريط، هي وليدة هذه الثقافة؟ منو يقدر يجزم؟ منو يقدر يجزم ببراءة هذه الثقافة من المساهمة في ولادة حركات الإفراط والتفريط؟ ليش؟ لأن الذي فرط وأنكر المهدي ممكن يكون في القديم يقرأ هذه الكتب وانتظر إلى أن كل وتحل، والذي ادعى المهدوية ممكن يكون قرأ هذه الكتب حتى شنو؟ حتى توهمها في نفسه. وهذا مو فقط على مستوى الشيعة، التفت جيدا، التفت جيدا، لعل بعض المؤمنين وحتى المثقفين ما كلف نفسه إلى اليوم يقرأ ويتابع شنو حركة جهيمان. أنا أقول لك قراءتها مهمة، حركة جهيمان قراءتها ومتابعتها ومتابعة كل الحلقات التي بثلت فيها مهمة، لأنها تتكلم عن إنسان ذنبه أنه صدق نفسه بأنه المهدي. لاحظ، اجتمعوا عدة، لا أريد أن أعطي الحكاية الآن، مجموعة، وبايعوا أنفسهم بصدق وآمنوا بأن هذا المهدي ولن يقتل، ولذلك يوم مقتله عند الصفا كما يقال أصيب الكل بخيبة وصدمة، لأنهم كانوا مصدقون. من وين تتولد هذه الحركات الإفراط والتفريط؟ نعم، فهذه الإسقاطات تسجل على سوء إدارة الحقائق المهدوية. أما الحقيقة الأخرى والأخيرة، أبناؤنا حينما يختطفون من جانب الخيال العلمي اللي الآن جاي ينطرح ضمن أفلام كرتون، أو ينطرح ضمن ألعاب، أو ينطرح ضمن حكايات، يعني من الشيء اللي إحنا يمكن البعض لم يلتفت إليه، أنه في برامج الآن تشوف الإبن، الأطفال يدمنونه، ما في لا ماسك عنده يده يلعب فيها ولا شيء، مركز فقط مع متحدث، هذا المتحدث يتحدث عن خيال علمي.
بينما في المنظومة المهدوية مادة للخيال العلمي والخيال العقلي الواسع الرحب جدا، لكن متوقف على من يصوغ ذلك الخيال وعلى من يجيد أن يتحدث بذلك الخيال. الخيال العلمي البشري يتكلم عن تقدم، بينما الخيال العلمي المهدوي يتكلم عن تراجع وتقدم في وقت واحد. يتكلم عن خيال عكسي في روايات السيف، أنه يخرج بالسيف لغز من الألغاز. لو وظفنا الخيال العلمي لاستطعنا أن نفسر الخروج بالسيف وماذا يعني، لرأينا أنه لا يختلف عن موضوع التقدم. ومو مشروط الخروج بالسيف أنه سيكون في عصر متخلف، ليس الأمر كذلك، لكن محتاجين إلى من يصوغ ذلك الخيال العلمي. الموضوع شائك ومتشعب وشجون ويحتاج إلى سلسلة نعم من الحلقات، ولكن أردنا أن نقدم هذه الديباجة حتى نتفاعل معها بعقولنا بأرواحنا ونصطدم ولو في ليلة من الليالي المهدوية بالنظرة الجديدة المختلفة التي تنهض فينا روح السؤال وتجعلنا على مسرح الإثارة، لأن الإثارة يعقبها العصف الفكري، والعصف الفكري ولود وليس بعقيم. أحسنتم سماحة الشيخ الجليل على هذه الإطلالة حول إدارة الحقائق المهدوية. هل لي بتساؤل يعني. ونحن في خضام إدارة الحقائق المهدوية، إذا سؤال مفتوح أيها الأحبة الكرام، وتحت عنوان إدارة الحقائق المهدوية، وهناك تساؤل في خضام الحقائق المهدوية. بينت بشكل عام حول إدارة الحقائق المهدوية، ولم تبرز دور المعني في إدارة الحقائق المهدوية شيخنا الجليل. نعم، حينما نتحدث عن الحقائق مضافة إلى الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، فنحن نتحدث عن تحديد المشكلة والتعريف بالمشكلة وليس تعريف بالشخصية. مائدة الحديث هي المشكلة. نحن ومن خلال علاقتنا بالإمام سلام الله تعالى عليه نؤدي أدوارا، ولازلنا كنا وكان آباؤنا ولازلنا. هذه الأدوار حينما نعمل فيها مشرط النقد، فإما أن تخرج فيها مشاكل وعلل وأسقام تحتاج إلى العلاج، وإما أن تكون نقية صافية. نحن بالشجاعة التي تعلمناها من أهل البيت عليهم السلام، ومن اعترافنا بقيمة الصدق، نقول أدينا الكثير ونسأل من الله القبول، ولكن لا يمنع ذلك من أن تكون عندنا بعض المشاكل وهي بحاجة إلى إعادة النظر، ومنها إدارة
حقائق. عقيدتنا بالإمام لم نتحدث عنها لأسباب، واحد من الأسباب الحديث عنها ليس بنزر قليل، وما عساني أن أضيف. أيضا في القضية المهدوية هنالك الآثار للقضية المهدوية في حياتنا، والحديث عنها أيضا كثير، ولكن إدارة الحقائق المهدوية ما لها وما عليها لن أكون أنا الأول، ولكن الحديث عنها قطعا قليل. ولذلك نحن من منطلق الحاجة قصرنا الكلام على الحقائق، بل على إدارة الحقائق المهدوية، وليس عن الحقائق لنقول أين رب الحقائق من الحقائق، كيف ابتدأنا بالحقائق وتركنا رب الحقيقة. نحن نتكلم عن إدارة تلك الحقائق لأنها مسؤولية مباشرة بالنسبة لنا. أحسنتم سماحة الشيخ. أبو أحمد عندك تساؤل؟ تفضل. شكرا سماحة الشيخ على المحاضرة القيمة. نقطتين، النقطة الأولى حبذا لو توسعتم قليلا في نقطة الأسرار، أنت اختصرتها على اعتبار الوقت، فحبذا لو أنك تتوسع فيها قليلا. النقطة الثانية في النقطة الأخيرة اللي طرحتها في صياغة الخيال المهدوي، من الجهة المسؤولة؟ من الذي المفروض أن يتصدى لصياغة هذا الخيال؟ أحسنتم، هذان سؤالان. سؤال واحد. طبعا شيخنا كأن أبو أحمد وياي على الخط، يعني كنت بتكلم عن الأسرار المهدوية وإدارة الأسرار، إدارة وأسرار وإذاعة الأسرار. هو معك على الخط وأنتما معي على الخط. أحسن. فيما يعود إلى النقطة الأولى التي أشار إليها الأخ المحترم، وهي قضية الأسرار المهدوية. الأسرار المهدوية مسألة عميقة، بل من أعمق المسائل المهدوية على الإطلاق. وإذا شئت أن تسمع الجواب حولها فسوف أجيبك في قالبين، سأصنع لك قالب من إجابة يتحدث عن الأسرار كمسألة تحتاج إلى إدارة، وما هي السيرة العلماء في إدارة الأسرار الدينية. قل معي لعل صوتك أوضح، خلي يسمعوه. ما هي سيرة العلماء في إدارة الأسرار الدينية؟ الدينية بسرعة، هذا القالب الأول، هذا يرتبط بالأسرار كمشكل. القالب الثاني، الأسرار كمسألة ترتبط بالتكوين الديني، وهل الدين إلا الأسرار؟ بعيدا عن المشكلة، بعيدا عن كونها مشكلة، يعني نفصلها عن مسألة الإدارة كمسألة تدير نفسها. في القالب الأول نتحدث عنها كمسألة نحن نديرها، في القالب الثاني نتحدث عن الأسرار كمسألة تديرنا أو تدير نفسها. معا إلى القالب الأول بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
باختصار من يقرأ للعلماء ذوي القدم الراسخة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وصولا بفقهاء هذا العصر يجد أن هؤلاء الأعلام ربما تحدثوا عن الأسرار بلسان الورع وربما نكتوا في بقلم الإجابة من حبر الورع. هناك كلمة مألوفة عند العلماء الكبار القمم من العلماء لكنك قد لا تجدها على ألسنة صغار طلبة العلم، وهنا المفارقة. كلمة لا يتحرج منها من؟ القمم من العلماء. اقرأوا في العقائد ستجدون أن الشيخ المفيد في عدة مسائل يعلن فيها التوقف. ماذا يعلن فيها أبا أحمد؟ التوقف، لا يتقحم. أليس التفاضل بين الأولياء سر من الأسرار صرح به القرآن؟ بلى، تلك الرسل فضلنا بعضهم. ولكنه حينما يأتي ليتحدث عن مسألة أفضلية هذا الإمام على ذاك ماذا يعلن؟ أسمعكم، التوقف. إنه سر إلهي ما أتيح لنا. تجد السيد الخوئي قدس الله نفسه في بعض المسائل أيضا يعلن التوقف. وكان يلقن مقلديه أن جملة من العقائد حسبكم فيها الإيمان بها إجمالا، أن تؤمن بها على وجه الإجمال. شلون يعني على وجه الإجمال؟ أن تقول أنا أؤمن بكذا بما هو عند الله. ولذلك احنا انطلقنا في حديثنا من العقول، ليس كذلك؟ هذه الكلمة للأسف قد ما تسمعها من فوق منبر عادي يعتليه إنسان عادي، بل يتقحم وهو يحسب أنه يحسن صنعا. هذه مسائل مهمة طبعا البعض، وليس بل أعتقد أنه لا أحد يفهم أنني أقول هذا هو واقع منبرنا أبدا، ولكن أقول هنالك من بعض الحالات من الحالات ما يحصل. ولكن للأسف للأسف كلمة واحدة لم تقال في السنة إلا مرة واحدة ومن قبل شخص واحد، لكنها كالقنبلة النووية إذا جربت في قيعان البحر أحدثت زلازل في الدول المجاورة. نحن لا ندعي أن هذه ظاهرة، ولكن هزتها شنو؟ قوية فقط. ننتقل من القالب الأول إلى القالب الثاني.
القالب الثاني الأسرار، حينما تدير نفسها وحينما تديرنا بيدها، كما أننا نديرها هي أيضا تديرنا. في المنظومة المهدوية هنالك أسرار مهمة جدا. مثلا هل ينتخب الحجة عليه السلام من الناس والمؤمنين قائمة تملى في كل عصر؟ لديه قائمة، وهذه القائمة تحدث في كل عصر. هذا سر من الأسرار. واتفق عليه المسلمون لكن بصيغ مختلفة. أحمد بن حنبل في كتاب الزهد طارح هذا الكلام، والشيعة شيخ الطوسي طارح هذا الكلام، لكن بصيغ بعيدة قريبة تتراوح في البعد والقرب من الإمام المنتظر. طرحوها تحت مسمى الأبدال، عنوان الأبدال. ومن هو البدل؟ وشنو تأثيره؟ وهل هو المقصود في قول الصادق عليه السلام يعيش في 30 رجل وليس في 30 وحش؟ إذا كان بين 30 فلن يشعر بالوحشة. هؤلاء 30 لهم آجال، كلما مات بدل عوضه الله ببدل آخر. وهذا وجه من الحقيقة، لكن كيف ومتى وأين يتم الانتخاب وبأي طريقة لا ندري. وهل أن قوله، طبعا لماذا لا ندري؟ لأنه مو مسألة مربوطة بالمهدي، لا، أعظم من ذلك، سر في سر. شوف السر في السر. لأن الولي لله كلما تمحض في ولايته لله فهو سر من أسرار الله. ولذلك الحديث يقول أخفى الله 3 في 3، واحدة منهم هي اللي همنا الآن شاهدنا، وأخفى أولياءه شنو؟ في عباده. فلا تحقرن أحدا من عباده، قد يكون ماذا؟ وليا من أولياء. الروايات تتحدث عن أولياء الله، بعض من أولياء الله تجعل لهم علامة سيكولوجية عجيبة، وهي التحامق، أن يظهر الحماقة. أصبح الآن جواب السؤال عليه سؤال، صحيح أبو أحمد؟ نعم، هذا يحتاج إلى جلسة مطولة. تفضل، نقلونا إلى سؤال آخر أو الظهر عندنا برنامج. هل هناك سؤال آخر؟ يعني في ظل هذه المنظومة المتكاملة من إدارة الحقائق المهدوية شيخنا العزيز، في إدارة حقيقة معرفة الإمام الحجة عجل الله له الفرج، لنتكلم يعني حول حقيقة معرفة الإمام الحجة قلبا وعقلا. هذا ينقلنا للحديث عن الأسماء الحسنى. إذا أجمع المسلمون على أن حقيقة الأسماء الحسنى هي حقيقة ممتنعة،
ليس للعقول أن تستدل عليها إلا بمظاهرها الجمالية والكمالية وبما لها وبما تتركه من آثار. وحيث أن الروايات ليست واحدة ولا اثنتين تؤكد على أن أهل البيت عليهم السلام الأئمة صلوات الله وسلامه تعالى عليهم هم أسماء الله، فحقائقهم ممتنعة أم ستكون مفتوحة؟ ستكون مغلقة وممتنعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي لوددت أن أقول فيك مقولة لو قلتها لأخذ الناس التراب من تحتي عليك، ولكن أخشى أن يقول فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم. يا علي لا يعرفك إلا الله. أنت حينما تتحدث، حينما تدرس مع الجيولوجي، ستجد أن الجيولوجي يتكلم عن حقائق ظاهرة ويقول: لم نكتشف من أمرها إلا اليسر. صحيح. وحينما تنظر بعين البيولوجي أيضا، فإن إفلاسه وعجزه واضح على لسانه. صحيح. وحينما تقرأ في الدنيا من خلال كتاب الأنثروبولوجي أيضا، الأنثروبولوجي لا يعطي لاحتمالاته صفة الحقيقة. وهم يدرسون آثارا شنو؟ مادية. فحينما تسأل عمن نصت الآثار على أنهم أنوار محدقين بعرش الله قبل خلق مكتب البيولوجي والجيولوجي والأنثروبولوجي، ذي سابقين على المكتب العلمي، كيف تريد أن تعرف جزءا من حقيقتهم؟ عظيم جدا. بكل صراحة أن العنوان متكامل ومنظومة شاملة لا تكفيها الساعة شيخنا الجليل، تحتاج عدة حلقات متسلسلة. حياكم الله في الأحساء، ونجلس وياكم بدل الساعة عشر إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ الجليل عبد الجليل بن سعد على هذه الإطلالة المهدوية الإسلامية، كذلك الثقافية العلمية التي نهلنا منها الكثير. شاكرين إليك وشرفتنا كل الشرف، وكل شرف بأني قد استمعت إليك أحسن وأجمل استماع إلى شيخنا الجليل. كلمة أخيرة حتى تكون علاقتنا بالإمام المهدي عجل الله له الفرج قوية ومتينة. من واجب كل مؤمن أن يولي الصفة من صفات الإمام حقه، وهي أن الإمام ليس ببعيد وإنما هو محجوب. فرق بين محجوب وبين بعيد.
في قصص العشاق في حكايات العاشقين يتكلمون عن العاشق الذي يكلم معشوقته من وراء الجدار، صحيح؟ قرأنا ولا ما قرأنا؟ سمعنا لو ما سمعنا؟ سمعنا. هذا جرى حتى في بيت الإمام الباقر طبعا، لكن لا أريد أن أقف عندها الآن. بعد بل في حكايات العاشقين يحدث العاشق معشوقه من وراء الجبل، ألا يا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا. يقول أنا ما بيني وبين معشوقتي إلا جبلي نعمان، لو بس يندك هالجبل كان النسيم يجيب لي شنو والعليك. شايف شلون؟ فمن يربي ذاته على العشق سيعرف بأن العشق، التفتوا لي إخوان حتى لا أطيل في الجواب، سيعرف بأن العشق يعيد معادلة الحواس، فيصل الأنف إلى ما لا تصل إليه العين، لذلك يعقوب شم رائحة يوسف ولم يرى، لأنه عاشق، لأنه عاشق. فلو ربينا في أنفسنا العشق للإمام لاندمجنا به، لكن ليس بالعين وإنما بباقي الحواس. لوصلنا معه إلى نقطة اليقين به لعلمنا به علم اليقين ولرأيناه عين اليقين، ولوقفنا عنده وعليه حق اليقين، وهكذا. وفعلا هناك من نجح في هذا الأمر، هناك في أولياء الله من نجح في هذا الأمر. أحدهم، طبعا هذا الأمر ليس فقط مع الحجة بل حتى مع كل الأئمة صلى الله عليه وسلم. عندنا حكاية في الأحساء أنا أنقلها لأنها ليست قديمة جدا ولأن من نقلها عاش المعني بها. لدينا أحد الأعلام يسمى الشيخ موسى أبو خمسين، كان أحد المراجع في المنطقة. شيخ موسى أبو خمسين أو والده الشيخ محمد على كل حال يعرف في صلاته بأنه يأنس بالصلاة كثيرا، لذلك يأخذ أضعاف ما يأخذه غيره من الوقت في الفرض الواحد. من جيران المسجد رجل اسمه أبو يوسف مؤمن، هذا كان عازما مع الله عز وجل، متعاقد مع الله أن يأخذ روحه ولو بعد 60 سنة 80 سنة وهو لم يفرط في صلاة الجماعة ولا فريضة واحدة أيا كانت الظروف. فعلا استمر عقود وهو حليس المسجد. كبر في السن صار ضعيفا، والشيخ صلاته شنو؟ ف
في الأخير استسلم بعد ماكو مجال ويكلم الشيخ، هو يكلم الشيخ، الشيخ ما يقبل فاستسلم، استسلم، ترك المسجد تلك الليلة، فرأى الإمام في المنام، وينك؟ فقال إن الشيخ، إنما كان من الشيخ، أو سألت الشيخ والتمست الشيخ طلبت وما كان منه كيت وكيت. فقال اذهب هذه الليلة، قل جئت للصلاة. كبر الشيخ، قرأ سريعا وسورة خفيفة، ركع ركوع خفيف، سجد سجود متوسط، قام ركع سجد صلى، صلاة خفيفة جدا يتحملها بدن هذا الرجل الضعيف. بعد ما انفتل من صلاته هو في المحراب صاح بصوت رفيع أبو يوسف، بحيث يسمع أبو يوسف اليوم شو تقول؟ جاوبه هم الاثنين من أولياء الله، أجابه قال هذا ليس منك، الذي جاءني قد جاءك. الذي قد جاءني قد جاءك، وهذه أمثلتها كثيرة جدا. أحسنتم سماحة الشيخ، لكم باقات الشكر والامتنان على هذه الإطلالة المعرفية، شرفتم وآنستم، فالسلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك أيها العلم المنصوب، السلام عليك أيها العلم المصبوب، السلام على رحمة الله الواسعة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوي دولته إن شاء الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.